ورجعنا لكم مشاهدينا، نبدأ حديثنا عن الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة، ومع إقبال عدد كبير من النساء لتسجيل أصواتهن كناخبات أكيد، ومع دعم الحكومة أكيد في دخول المرأة لهذه الانتخابات. هنا يكمن دور المرأة ومسؤوليتها أيضا لتشارك في هذا الإنجاز، لتشارك في مسؤوليتها تجاه هذا الوطن. عن هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة نورة هادي السعيد، وهي أستاذ مساعد أدب أمريكي من جامعة الجوف. هلا وسهلا فيك دكتورة نورة. هلا وسهلا فيك. أهلا فيكم جميعا. حياك الله دكتورة نورة معنا في برنامج حياتنا. يعني دكتورة نورة، أكيد كما ذكرت هناك إقبال عدد كبير من السيدات للمشاركة في هذه الانتخابات البلدية، لكن برأيك ما مدى الوعي بمسؤولية المشاركة، مشاركة المرأة في الانتخابات، لو تحدثنا عن المنطقة لديكم في منطقة الجوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صراحة في الدورة الثالثة الحالية للمجالس البلدية التي منطلقة مؤخرا، طبعا شهدت حملة من التوسعات والتعديلات الجديدة، وكان من ضمنها رفع سقف صلاحيات تلك المجالس، وأيضا رفع نسبة الأعضاء، والأهم من ذلك مشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة. صحيح. طبعا وفق ضوابط الشرعية والوسطية كما تعلمين. أكيد. فأي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة هذا المجتمع والوطن والنهوض بالخدمات البلدية والقدرة على المساهمة في التنمية المستدامة لها حق ترشيحها. ولكن بحكم متابعتي ومراقبتي طبعا للمجتمع وملاحظاتي يعني لآراء الناس حولي، أبذل البعض الحذر الشديد حول هذا الترشيح، ترشيح النساء في الانتخابات البلدية. وحللت أنا هذا التخوف من جهتين. إيش الجهتين؟ الجانب الأول اللي هو الأهم يعني لاحظته، هو الجانب الشرعي. والجانب الآخر هو أن تتحول مشاركة المرأة إلى أن تكون إضافات غير مؤثرة في يعني في المجتمع، في اتخاذ قرار تقصدين؟ أن تكون إضافاتها غير مؤثرة في التنمية. فأصبحت الآراء ما بين معارض ومؤيد، لكن برضو وجهة نظري الشخصية أن من الناحية الشرعية دين الحمد لله دين الوسطية، ولم يقر مشاركة المرأة العام الماضي إلا بعد أن صدر ودرس من هيئة كبار العلماء، فلها الآن الحق الشرعي بالمشاركة. صحيح. ولا نستطيع أن نحكم على نجاحها وفشلها في التجربة، واعتبر هذه جميعها احكام مؤجله، لان نجاحها علميا واكاديميا لا يمنع نجاحها في المجالس البلديه، ولا يتم التقييم اذا الا من خلال الانجاز وليس من خلال النوع. صحيح. نعم، اذا يعني كما ترين يعني هناك يعني اقبال ووعي، ولكن بتردد وخوف نوعا ما نقدر نقول يعني. دكتوره كيف طب كيف ممكن نشجع، كيف ممكن نشجع دكتورة نورة؟ هناك تفاؤل حذر يعني جدا. نعم، يعني احنا بنلاقي توزيع بروشورات مثلا، اعلانات تجارية، اعلانات من قبل الامانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يعني هناك ضخ في الاعلانات والتوعية اكثر، كيف ممكن نقدر نوعي يعني هذه الشريحة اكثر من السيدات للمشاركة؟ يعني مو شرط انه والله الوحدة ترشح نفسها، ممكن تسجل كناخبة. صحيح. وترشح بعدين من هو كفؤ لان يكون في هذا المجلس وهذا المقام. ان شاء الله ان المجتمع يكون عنده وعي كبير طبعا بمن هم كفؤ، لان صوت المواطن سواء امرأة او رجل امانة. نعم. وموضوع ان نعمل احنا محتاجين الان الى توعية كبيرة. صحيح. لكن لا نستطيع ان نقدم هذه التوعية في الفترة الحالية يعني قبل الانتخابات، او لان ممكن انه يكون حمله دعائيه لشخص معين. لذلك لازم يكون فيه وعي اعلامي يعني من جهات من القنوات الاتصالات الرسميه والاعلانيه بانه لا حرج مشاركه المراه. نعم. لكن داخل مثلا مؤسساتنا التعليميه او مثلا بين ادوات لا يمكن الاعلان، لانها راح تكون فيها جانب عنصري وعصبي. اني انا مثلا قاعد اعمل دعايه على شخص معين ان رشحه او قيد اسمك كناخب عشان ترشح فلانه او فلانه. نعم.
نعم أكيد، مثل ما ذكرتي المشاركة تكون يعني مثل ما ذكرتي محدودة، والمشاركة تكون صحيح. واضحة، يعني مثل صوتك أمانة فمنحه لمن يستحق وهكذا صحيح. يعني ما يكون في نعم عامة وليس تحيز لأي شخص ما أكيد، وهذا اللي احنا بدورنا بنقوم فيه من خلال برنامج حياتنا يوميا، بنبث هذه الرسائل حتى يكون في وعي وحتى يكون في مسؤولية تقع على عاتق الجميع، كل مواطن ومواطنة تكون مشارك في هذا الانتخاب. شكرا لك جزيل الشكر دكتورة نورة هادي السعيد، أستاذ مساعد أدب أمريكي من جامعة الجوف. شكرا جزيلا لك. العفو، الله يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية.